أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. All praises due to Allah, peace and blessings be upon the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم. الحمد لله, we still reflecting on the meanings and on the main themes of the chapters of Quran, Surah Al-Quran Al-Azim. We try to extract as much lessons as we can from the verses of the Quran and the lessons that are embedded there in order for us to apply, to understand, and to know the value and the meaning of this great and this noble book, Al-Quran Al-Azim. انتهينا في الأسبوع الماضي من سورة الأنفال وهي السورة الثامنة, واليوم بإذن الله تعالى ننتقل إلى سورة التوبة وهي السورة التاسعة. Today inshallah we're going to move to the next surah, which is the name of this surah is التوبة, the meaning is repentance, and this is number 9 in the order of مصحف الشريف. هذه السورة لها خصوصية من حيث البداية, السورة الوحيدة التي لا تبدأ بالبسملة. حينما تنظر في المصحف الشريف لن ترى بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه السورة. إذن كيف نبدأ بها؟ لك أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, براءة من الله ورسوله, أو لك أيضا أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لا ينكر عليك أحد من هذا, لأن الإمام الشاطبي عليه رحمة الله وهو أستاذ هذا العلم في القراءات يقول إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. يعني أتى في سورة النحل, فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وهنا يقول إذا إن تزد لربك تنزيها, يعني إذا أردت أن تزيد شيئا من تنزيه الله ومن صفات الله فلست مجهلا, لا يمكن أن ينكر عليك أحد هذا. لك أن تقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم في أول سورة التوبة, ولا تقل البسملة. If you want to start this surah, this is different in terms of the beginning of this surah. There is no بسملة. You cannot say بسم الله الرحمن الرحيم. Just say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله, start directly to the first of this surah, the beginning of this surah. Or say أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. You are trying to add some of the attributes and some of the beautiful names of Allah, like the all hearing, the all knowing, السميع العليم. So we start أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, براءة من الله ورسوله. طيب هناك حال آخر, إذا كنت تقرأ القرآن الكريم بالترتيب وأنت الآن انتهيت من سورة الأنفال التي هي قبل سورة التوبة, وتريد أن يعني تواصل القراءة تنتقل إلى سورة التوبة, ماذا تفعل؟ لك ثلاثة أوجه من حيث التجويد, يعني من حيث الأداء أقصد. تنهي السورة بأن تقول إن الله بكل شيء عليم, داخل سورة الأنفال, وبعدين تقف وتبدأ براءة من الله ورسوله, لا تحتاج أصلا الاستعاذة. تمام؟ الوجه الثاني أن تصل آخر الأنفال بأول التوبة كأنهما آية واحدة. إن الله بكل شيء عليم, براءة من الله ورسوله, ده الوجه الثاني. الوجه الثالث تعمل سكت زي اللي بنعمله وقيل من راق, كلا بل رانا. عارفين السكت ده يا أحباب؟ لك أيضا أن تفعل هذا السكت في آخر سورة الأنفال قبل أن تبدأ التوبة. يعني نقول إن الله بكل شيء عليم, براءة من الله ورسوله. إيه الفرق هنا في السكت؟ إن أنا مش بتنفس, بيبقى سريع. واضح يا أحباب؟ هنلخص الكلام ده. وأنت بتقرأ آخر سورة الأنفال وهتنتقل لأول التوبة, لا تقل استعاذة ولا بسملة. انتقل اقرأ وكأنهما سورة واحدة. أوكي. So just in a quick sentence,
If you are reciting the end of Surah Al-Anfal and you move to the next surah right away, you don't have to say أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. You don't have to say بسم الله الرحمن الرحيم. Just move on and recite as if they are one chapter and a diff, as if you still in the same surah, even if you are moving from Surah Al-Anfal to Surah At-Tawbah. And this is specifically for these two chapters and no any chapter else. طيب. أمر آخر. الآن ندخل في السورة. نمر على السورة ونحاول أن نأخذ منها ما ينفعنا في يومنا وما نطبقه. ما نحتاج أن نتعايش به. وإلا فالسورة كلها نفع. قال الله تعالى في ثنايا هذه السورة في أوائلها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. This verse is translated. Those who maintain the houses of Allah, the mosques of Allah, or the mosques of Allah, the masajid of Allah, are only be maintained by those people who believe in Allah. من آمن بالله واليوم الآخر, and in the last day. And then the ayah continues. We understand from this verse that how to maintain and how to be amongst this type of people who are promised Jannah, because Allah subhanahu wa ta'ala says المؤمنين آمن بالله واليوم الآخر. هناك أنواع لعمارة المسجد. حينما نستمع إلى هذه الآية للوهلة الأولى نظن أن المقصود بها الصلاة فقط. هذا نوع من أنواع عمارة المسجد, وإلا فهي ثلاثة. أولا, عمارة المساجد بالبناء. ثانيا, عمارتها بالصلاة. ثالثاً, عمارتها بالعلم النافع. We have three types of how to maintain and how to be amongst this type of people who are described in Quran as the true believers in their relationship to the masjid and how the hearts are attached to the masjid. Number one, those people who build the masjid or who participate in building the masjid, or who sponsor, who donate, who try just to take any share in the masjid. Those people are also included in this promise of the true believers who are promised Jannah. And number two is those people who come to the masjid to pray, as you do, Alhamdulillah Rabbil Alameen. And number three, those people who are eager to teach and learn. Alhamdulillah, نحن نتدرس القرآن الكريم, نسأل الله أن يجعلنا من هذا الصيف أولئك الذين يعمرون مساجد الله. So you are all included in this verse when you come to the masjid to pray and to listen to the words of Allah and the speech of Rasulullah صلى الله عليه وسلم. إذا الصلاة معلومة ودرس العلم الاستماع له معلوم, لكن حاول أن تجمع بين الثلاثة. اجعل لك أيضا حصة ونصيبا وحظا من بناء المسجد أو المشاركة في بناء المسجد أو مساعدة القائمين على المسجد من حيث ما يحتاجه المسجد من تكاليف. بذلك تكون بإذن الله قد أصبت حظا ونصيبا في كل أنواع عمارات المساجد. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. So if you want to be amongst those people who are described in Quran as the true believers and who are promised Jannah, the great reward of Allah, then try to have your heart attached to the masjid in every way possible. To try to participate, to help, to donate to the masjid, to come to the masjid to pray your salah on time as much as you can. And number three is to listen to the lectures or the talks that we, alhamdulillah, we used to do after, and we still after the Salat al-Isha. And in the morning also we have a short khatibah after Salat al-Fajr. هذا هو المعنى العام لقول الله تعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة إلى آخر الآية الكريمة. حتى ترى سبحان الله هناك إشارة, شوف بيقول إيه, أقام الصلاة يعني صلاه وآتى الزكاة, يعني أيضا هناك إشارة للإنفاق حتى تكون ضمن من يعمر مساجد الله تعالى في نفس الآية الكريمة. أمر آخر مما اشتهرت به هذه السورة
هي هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. كلنا يحفظ الآية الكريمة: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. This scene and this picture of the migration that the Prophet صلى الله عليه وسلم did from Mecca to Al-Madinah. And alhamdulillah, we have discussed this in details in our course of Sirah, the lifetime of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. But just now we emphasize a few things and a few lessons to be extracted from this verse, which is the story of Hijrah itself, the migration. The Prophet sallallahu alaihi wasallam did everything possible to be in the safe side and to make his Hijrah safe. Although Allah subhanahu wa ta'ala supports His Prophet sallallahu alayhi wa sallam, yet He utilized the means. الأخذ بالأسباب. أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب. عين من يراقب الطريق ومن يذهب لهم بالطعام إلى الغار، وأمر عليا أن ينام في فراشه على بعض الروايات حتى يموه على المشركين، وحتى أيضا يرد إليهم الأمانات. فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع خطة محكمة قبل أن يتحرك، وحاول في هذه الخطة أن يتفادى أي إيذاء وأي تعارض مع المشركين، لأنكم كما تعلمون المسلمون في هذا الوقت لم يكونوا بالعدد الكافي حتى يجابهوا المشركين. فخطط النبي صلى الله عليه وسلم ودبر بأمر ربه تبارك وتعالى، لكن المقصد أن النبي لم يركن إلى كونه سيد الخلق، وأن الله تعالى كما تعلمون يقدر أن يحمل نبيه كما حمله إلى السماوات العلى وكما حمله في رحلة الإسراء، صحيح؟ لكن أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بالأسباب، وأمر عليه أن ينام في فراشه، وعين من يراقب لهم الطريق، وعين من يمشي وراءهم عبد الله بن أريق بالغنم حتى يموه عليهم ويمحو آثار أقدامهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ بكل الأسباب. We understand and we learn from the migration of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, the plan itself, the plan that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam put ahead of time, that when you plan very accurate. In the first place, we depend and we rely on Allah. We trust Allah subhanahu wa ta'ala, and we know that everything is managed and everything is in the hand of Allah. Yet we have also to utilize the means and to do everything possible to make any plan successful by the help of Allah subhanahu wa ta'ala. وكما ترون أيضا النبي صلى الله عليه وسلم اختار أبا بكر الصديق ليكون له رفيقا في هذه الرحلة المباركة. نفهم من هذا أن اختيار الصديق أيضا هو أمر في غاية الأهمية وفي غاية الخطورة. أقصد الخطورة يعني أمر حساس ينبغي على الإنسان أن لا يستهين به. وكلنا يعلم، يعني إذا كان عمرك 50 أو 60، تذكر كم من الناس صاحبتهم في حياتك في فترة الدراسة وبعدها وفي بلادك يعني وهنا وفي كل مكان، تجد الإنسان يصاحب مئات الناس، لكن حينما تفكر من هو الصديق الحقيقي لا يمكن أن تصل إلى أصابع اليد الواحدة، لا يمكن. هذا لكل إنسان، يعني هذا ليس سبة ولا نقيصة، لكن هذا هو حال الدنيا. كل إنسان له صديق حبيب، فتخير الصديق، يعني حتى يقول الصديق قبل الطريق. وفي يعني أقاويل كثيرة، ومن قبلها أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحسن الإنسان اختيار الصديق، الصديق الذي يذكرك بالله. So in order to make a friendship with someone, you have to be very careful and never give your secret to, you know, anyone unless you trust him, unless you know that this man is honest and this friend is honest. If they fear Allah and if they have taqwa towards Allah subhanahu wa ta'ala and if they have khashya to Allah subhanahu wa ta'ala, then those people are the type of people you can trust. Otherwise, you cannot trust those people who do not actually, you know, fulfill the promise of Allah subhanahu wa ta'ala. Those people who do not, you know, watch Allah.
Allah subhanahu wa ta'ala in their sayings and in their deeds, so they don't even worth to be a true friendship, because they will betray you at a point in time, because they betray the ahd and the mithaq of Allah subhanahu wa ta'ala to be surrendering yourself to Allah, to pray your salah and to pay your zakah and to be away from every haram that Allah subhanahu wa ta'ala prohibited. Those actually are the things we wanted to emphasize for today, and inshallah next week we'll be continuing in the same surah, Surah At-Tawbah. جزاكم الله خيرا لحسن الاستماع ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.